لو مش جامده كان هيقدر محمود رضا يتعامل معاها وتملي كده اللعيبه. بنقول لها طالما داخل ومركز وحاطط الكوره حتى لو حارس المرمى رايح معاها هتبقى صعبه عليه قوي، عشان كده صالح جمعه بيقدر يسجل مع الدقيقه 28. 1-1 فضل اللقاء ماشي اكتر من 25 دقيقه بدون اهداف لغايه ما فتح محمد انور بهدف التقدم، وبعد كده صالح جمعه بيرد من ركله